مع قدوم موسم الحج اعتمدت وزارة الداخلية عددا من الإجراءات من أجل ضمان السلامة العامة لحجاج مملكة البحرين وتسهيل وتنظيم إجراءات سفر الحجاج عبر منافذ المملكة. سمة اعتمدتها وزارة الداخلية مع قدوم موسم الحج وذلك بالعمل على ضمان السلامة الخاصة للحجاج وإنهاء وتسهيل كافة إجراءاتهم لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة. شكلت اللجنة بقرار من سيدي معالي وزير الداخلية ذلك في عام 2006 لراحة وأمن وسلامة حجاج مملكة البحرين لبيت الله الحرام. طبعا من مهام اللجنة عندنا مهام داخلية في قبل السفر ومهام خارجية طبعا بعد السفر في الديار المقدسة. تقوم طبعا اللجنة الأمنية بجميع المهام ووضع الخطط والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في الشؤون الإسلامية بوزارة العدل، بالإضافة إلى التنسيق مع الإخوان في الجانب السعودي فيما يتعلق بخطة التفويج وباقي الخطط. أما قبل السفر ففي طبعا يتم تكليف شرطة المنفذ الجوي والمنفذ البري بإعداد الخطط التي تضمن التنظيم وتسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام. وتعد شؤون الجنسية والجوازات والإقامة من الإدارات التي يبرز دورها وفقا لخططها الموضوعة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر منافذ المملكة. رأت إدارة شؤون الجنسية والجوازات بوضع خطة عمل تكون في حركة انسيابية للحافلات دون عوائق ودون تأخير. الحمد لله احنا في إدارة المنافذ متمثلة في شعبة جوازات جسر الملك فهد ووضعنا خطة بحيث أن تكون الحركة انسيابية دون تأخير للحجاج. وضعنا 8 موظفين مختصين لإنهاء الحافلات في صالة المغادرة. لله الحمد يعني جميع الإدارات في جسر الملك فهد متعاونة. بالنسبة لاستعدادات جوازات مطار البحرين الدولي تم زيادة عدد الموظفين العاملين في المطار وذلك لتسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام وخاصة في أوقات الذروة وذلك بالتنسيق مع شركة مطار البحرين الدولي والجهات الأمنية وشركات الطيران لتسهيل جميع إجراءات مغادرة ووصول حجاج بيت الله الحرام. وبالتوازي مع هذه الجهود سعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعمل على تعزيز السلامة والشؤون الأمنية لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام. بقرار من سيدي معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة أمنية خاصة للحج بحيث يكون الإدارة العامة للدفاع المدني أحد أعضاء هذه اللجنة، وبصدد هذا القرار تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بعدد من الحملات التوعوية الخاصة للحجاج قبل ذهابهم لأداء مناسك الحج للتأكيد ضرورة الالتزام بالاشتراطات والأمور التوعوية الضامنة لسلامة الحجاج، وأيضا من ناحية أخرى التأكيد على الحملات الخاصة للحج والعمرة بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتراخيص اللازمة لأداء هذه المناسك. أما بالنسبة لدور الدفاع المدني في مكة المكرمة فهو فحص المباني الخاصة للحملات البحرينية من اشتراطات أمن وسلامة لضمان سلامة الحجاج بيت الله الحرام في مسكنهم، وأيضا فحص المخيمات بمنى ومزدلفة وعرفة للتأكد من جميع اشتراطات السلامة وضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم. تبقى السلامة العامة مسؤولية مشتركة تتحقق بالتعاون بين الإدارات المعنية والحجاج، فالتعاون والتجاوب مع هذه الإجراءات مسألة بالغة الأهمية من أجل أمن وسلامة حجاج مملكة البحرين.